رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ علیہ السلام انہا قال دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ علیہ السلام فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمہ علیہ السلام ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہی فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہی وسرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلا لو کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما کانت الا سعدا واذا بولد الحسن علیہ السلام قاد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وسمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الکساء فقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ تعزن لی انا ادخل معک تحت الکساء قال ولیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوزی قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسين عليه السلام قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كانها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه واله فقلت نعم ان جدك واخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله اتعازن لی ان ادخل معاکما تحت الکساء فقال ولیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد زنت لک فدخل معاہما تحت الکساء فاقبل عند ذالک ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام فقال وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت علیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المومنین فقال یا فاطمت علیہ السلام انی اشم عندک رائحة طیبہ کانہا رائحة اخی وابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ہا ہوا مع ولدیک تحت الکساء فاقبل علی علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتعازن لینعقون معاکم تحت الکساء قال له علیک السلام یا اخی ویا وسیی وخلیفتی وصاحب لوائی قد ازنت لک فدخل علی علیہ السلام تحت الکساء ثم اعطیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ تعزن لینعقون معاکم تحت الکساء قال علیک السلام یا بنتی ویا بضعتی قد ازنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جمیعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکساء وعما بیہد الہیمنا الی السماء وقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحمتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یولمنی ما یولمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حربا لمن حاربهم وسلما لمن سالمهم وعدوا لمن عاداهم ومحبا لمن احبهم انهم منی وانا منهم فجعل صلواتک وبرکاتک
ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهبانهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب اعتازني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذ أم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب الحاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذ أم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم بحق محمد وعلى محمد وبحق دم المظلوم وبحق شهر دم المعصومين عليه الصلاة والسلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.